أتشرف اليوم بزيارة الأستاذ أسوان رئيس لجنة مولدات نينوى. حقيقة هذا الأمر الذي جاء به من معالي الأستاذ منصور المرعيد إن شاء الله جزاه الله خير، ولمصلحة المدينة ومصلحة أهلنا في نينوى مسألة أنه نتعاون مع هذه اللجنة مسألة حتمية. يجب أن يكون هناك دور لكل من يتدخل في هذا الأمر لمصلحة الأهالي، فنهيب حقيقة بمشايخنا وعلمائنا في نينوى عموما بالتعاون في هذا الأمر. هناك لجنة في كل جامع، هذه اللجنة مكونة من الإمام والخطيب أو الإمام واثنين أو ثلاثة من الجامع لديهم ختم خاص بهم وباسم الجامع، يذهبون إلى المولدة القريبة ويكون بمجموعة العدد المطلوب اثنين أو ثلاثة من المشاركين في هذا الخط من المولدة وإمام أو خطيب الجامع لقراءة العداد ثم تصويره بالموبايل ومن ثم تصفير العداد وليكون مصلحة للجميع. لا يوجد هناك أمر نتخوف منه، فالثقة موجودة والإخلاص موجود لدى مشايخنا وعلمائنا، وهناك المولدات في المنطقة الواحدة أكثر من مولدة، فيجب الدقة في الأمر والمعلومة لنتفادى أي خطأ وقع فيه غيرنا سابقا، فإن شاء الله تعالى سيكون الأمر ناجح لخدمة أهلنا في نينوى جميعا. إشارة إلى أمر السيد المحافظ وتوجيه السيد النائب الأول السيد سيروان روجبياني على إعفاء المختارين من قراءة العداد وذلك لحصول بعض المشاكل، وتوجيه السيد مدير أوقاف نينوى السيد أبو بكر بتوجيه أمر إلى الأئمة والخطباء الجوامع لغرض قراءة العداد في يوم 25/9 من الشهر الحالي، وبهذا يكون اللجنة تتكون من الإمام أو خطيب الجامع القريب من المولدة مع مشتركين عدد اثنين من نفس المولدة وصاحب المولدة أو المشغل لغرض المصادقة على قراءة العداد وجلبها في يوم 25/9 إلى لجنة المولدات المركزية في محافظة نينوى لغرض احتساب سعر الأمبير.